سلك بنساهم يعشوا علينا ينكرونا ويقولوا خليك مبلال كان قلت الخطا في ذي سامحونا راه قلبه فيض عمر ولد مقران كان قلت الخطا في ذي سامحونا راه قلبه فيض عمر ولد مقران رانا صايا خليت الطبع في عربنا كشفت الحجبة وانطلقوا النسوان عمرين الشارع دينا وباشينا والنهود عريا ومخالفين للوان حقسين الحجب ويشبحوا الخانة والعيون إذا غمزوا يطيحوا الثعبان والبدن يفحفح بروايحه علينا مركب لي قاعد زوج شبار كتان تركين المذهب ويقولوا اسلمنا او لا فايض لا سنة وين هو الايمان تركين المذهب ويقولوا اسلمنا لا فرايض لا سنة وين هو الايمان في الرايك كغفلي وغدوة استنى يقابلوك فعلك ينصبوا الميزان لهينا مع التصافي الكانتينا زيد سربي وعطي للحاضرين كيساوانا لهينا مع التصافي الكانتينا زيد سربي وعطي للحاضرين كيسان لا يروح المر تحت الضرب وفلانا وين كنت تقولو تسكير يا الطحان نهار يخلص شهري تدير له اليمنى تشدهم له وتقولو خصنا القضية نهار يخلص شهري تدير له اليمنى تشدهم له وتقولو خصنا القضية تروح تقضي وتقولوا انت يا استنى اثبات والظل تحوس وجه سكران المستقبل الشيخ محمد المرداسي والقصاصبه محمد اليسري ومحمد الطبلاطي خاطر الحاج عمر المقراني الله يرحمه يا غشيمة كاكابه ويا قراكي نايم خذني قولي واسمع نوريك ذي الوجاب كوني عقل لا تستهزاش يا ويا ابن ادم بالحي الطير استحسن ورعاع للعقا واب كوني عقل لا تستهزاش يا ويا ابن ادم بالحقير استحسن ورعاع للعقاب يا ويا يا تهون بقليل خير يا ويا الظلم هون بيك الملق ويزورك العذاب لا ويا تيه بكسبك والمال يا ويا الوهم راك تضحى نادم في الحزن والكرا واب بكسبك والمال يا ويا الوهم راك تضحى نادم في الحزن والكراب شوفي كم من طاغوا وانظر للمهيرة صم شوفي كم من طغى سلفوا بلا يحساب عندي بالك تبقى في هذا وما يمدى يم اتغر بك الدنيا
فيها دوام يا دايم وربك الدنيا لو تقرا يا الحلاب يا ويا يا ابن ادم ديري الحسنات كوايا تنجم اخيرك للفانا وعود للتراب غيري جرب سعدك في بعض ملعي ورم خذي وحدك عليك في الاصل والنساء واب في بعض ملعي ورم خذي وحدك عليك في الاصل والنساء صنيها وحضيها صبحا من الحي يا يم بدي باجك سيها وتخالف الثياب دويو طول معاها مدة سنين يتحرم تنكر المحبة وتجباب لا يسباب دوري بعد العشرة يا فاهم الحي كيم في علوم ابليس يتقريك كل بواب لك بغيرك لكان ولدي خادم ديري ولد غرابة في منزل العقاب هكي ذاك الدنيا تنكيك يا ويا ابن ادم شمتها مش موتا وهموم هاي اصعاب ناكراغ الدار بحوالها توهم وكي هي جيفة وطلبها اكذب ناس هاي الصحبك انت للدراهم الفلوس يا عو يخلوك ذي وأبا نكرى غدارة بحوالها توهم وكي هي جيفة وطلبها كلب ناساي صحبك انت على الدراهم للفلوس يا عو يخلوك ذي أبا شنقين عليها يلجوع للخدايم ما يصيبوا راحة في التعب كالدواب ما يخافوا رب الجليل بالمظالم وعبدين الدنيا يلجوع لكسى وأبا ما يخافوا رب الجليل بالمظالم عبدين الدنيا يلجوع للكساب يوم الاول يبغوك تقول دوك رايم اي ولفوك الجلسة والبسط واللعب جات ودي مالك غير انت القايم ماك شارف يديرك ولد القباب جات ملت يقولوا ذا ما هو السالم يرجعوا عديانك من كانوا بواب يقولوا ذا ما هو سلم يرجعوا عديانك من كانوا احباب بعد ذاك يردوك يوم الاحتياج شاتم انهار يفقد مالك تبقى بلا اصحاب راحت عيني بعض من الناس كالبهايم كالدواب بنحرزوا على الاكل والشراب لو تعلم بغلك لهوه لا تحوم ولا تامر رجله وجهه في الصوايا بقيه تعلم بغلك لا ولا تحوم لا تأمن رجل وجه في الصواب هكي ذاك المر والغدار ما يوالم والصديق الصافي موحال ما أصاب يا الله تحفظنا واستر كل مسلم يا المولى ترحم من قلب الوجاب نظم القصيدة للعارف يسلم تخديم جلو للوالي رئيس القطاوب نظم القصيدة للعارف يسلم تخديم جلو للوالي رئيس القطاب ولد سي محمد مول الكلام نظم قال عمر المقران يظن خاب اللي يظنوه الناس تقول ذاي والم اتوكلوا بالمانا ويخلص الغراوات
خديجه خير الواري عن ام حجاب ارسل سيد الامه محمد المعظم قاسم الانبياء مبشر العرب البشير النادر امام كل عالم الخلايق رحمه بحكايمك توايا ابو.